الاجواء للوصول الى هدنه انسانيه بعد ان صدر اعلان جده الالتزامات بالمبادئ الانسانيه، والان نطمح ان نصل قريبا ان شاء الله الى هذه الهدنه، وهذه الهدنه تؤسس لما ياتي بعد من الحوار نأمل من خلال الوصول الى حل لهذا النزاع، لكن التركيز الان هو على الوصول الى هدنه انسانيه تتيح للمواطنين السودانيين يعني التنفس قليلا ويعني ان يصلوا الى حاجياتهم الانسانيه مباشره. الوضع في الحكومه ومنطقه السودان الحقيقه سوء للغايه، ولذلك من المهم ان نصل الان الى هذه الهدنه، ومن هذا المنبر ادعو جميع الاطراف في السودان الى تحرير المسؤوليه والرجوع الى الحوار والابتعاد عن استخدام السلاح لحل الخلافات، لان من يدفع الثمن هو المواطن السوداني فقط.